عمل مؤسسي أكيد طبعا، ونموذج واحد من النماذج على مستوى العمل في الأندية الخليجية والعربية بالتحديد. من دون شك السد، من يعرف السد عن قريب يعرف أن نادي نموذجي على مستوى العمل. وعندنا دخول في هذه اللقطة، أوه بطاقة حمراء على جبران، بطاقة حمراء على يحيى جبران، دخول والحكم المصري محمود البنا الدولي يمنح الكبت.